ينضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، بداية مرحبا بك. مؤسسة برزاني تقول إن 1,500,000 نازح ولاجئ ما زالوا في كردستان العراق، يعني هل هذا هو العدد الكلي للنازحين في العراق؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهدينا الكرام. في الحقيقة هذا يعني الرقم اللي أفصحت عنه مؤسسة البرزان الخيرية هو ليس العدد الإجمالي للنازحين في مختلف أنحاء العراق. يعني حسب إحصائيات الأمم المتحدة ومنظمة الدولية للهجرة، يعني كانت في مارس أكثر من 2,000,000 نازح عراقي، تقريبا 1,300,000 نازح عراقي. ثم في مارس 2018 يعني كانت هناك إحصائية جديدة وصلت إلى 1,870,000 نازح. ولكن في الحقيقة مهما كانت هذه الأرقام التي تفصح عنها المنظمات، فإن العدد الإجمالي للنازحين هو أكبر من هذا بكثير، خاصة وأن هناك الكثير من النازحين الذين لم يسجلوا أصلا في أي منظمة أو لدى السلطات العراقية. وحتى أن هناك مصدر من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية كان قد أوضح أن فعلا هنا الأرقام تتجاوز هذه أرقام الناس، أعداد النازحين في العراق تتجاوز الأرقام التي تفصح عنها أي منظمات سواء في الخارج أو في داخل العراق. لماذا يعني يمنع النازحون من عودتهم إلى مدنهم؟ نعم، يعني عدم عودة النازحين أو كما تفضلت منع النازحين من العودة إلى منازلهم، أولا هو رغبة حكومية ورغبة الميليشيات التابعة إلى إيران، خاصة وأن هناك كانت الكثير من التصريحات والكثير من الشخصيات التي العراقية التي يعني فضحت هذه المخططات في العراق، مخططات منع النازحين من العودة إلى منازلهم. هناك أيضا يعني دور الحكومي، عدم رغبة الحكومة في إعادة إعمار المناطق التي تدمرت بسبب العمليات العسكرية، وطبعا هذا هو أحد الأسباب، وعدم توفر الخدمات الأساسية خاصة الماء والكهرباء وفرص العمل. كذلك يعني عدم وجود وثائق للكثير من النازحين، وثائق ثبوتية. المعاملة القوات الحكومية والميليشيات التي أصبحت تسيطر على هذه المناطق التي كما يدعون بين قوسين إنها مناطق محررة، ولكن أصبحت الآن بيد الميليشيات وتمارس ضد يعني النازحين الذين عادوا. إذا كان من أسباب عدم عودة النازحين إلى مدنهم عدم إعمار هذه المدن المدمرة، بحسب تقرير المجلس النرويجي للاجئين هناك 54,000 منزل مدمر في الموصل والمناطق المحيطة بها، أين تذهب هذه الأموال المخصصة أصلا لإعادة الإعمار؟ يعني المعروف أن العراق يتربع على عرش الفساد في العالم مع الأسف الشديد. يعني هذا الفساد من ضمنها طبعا الفساد المالي، الكثير من الأموال التي أهدرت من خلال السرقة المنظمة التي تحدث في العراق على يد المسؤولين الحكوميين، كذلك الفساد من خلال إهدار الأموال في مشاريع يعني غير ذات فائدة، أيضا يعني العنصرية في توزيع حتى الميزانية المخصصة للمناطق التي يجب إعمارها مقارنة بالمبالغ المخصصة لمدن أخرى، كما أن هناك بعض التقارير التي تشير إلى ضلوع إيران أيضا في هذا الدور من خلال الضغط على الحكومة العراقية من أجل الموافقة على يعني بعض الشركات لكي أن تقوم بإعادة أعمار هذه المناطق. طبعا إعادة أعمار ليس بالمفهوم الصحيح، يعني بالنسبة لإيران هو مجرد طريق لاستنزاف أموال المخصصة لإعادة الأعمار، ومهما كان سوف تكون المبالغ التي سوف تخصص لإعادة هذه المناطق سوف لن نرى لها أي تأثير واضح في المستقبل. ولكن نعم، برد الشتاء يزداد على النازحين في ظل هذه الأوضاع الصعبة، يعني أين العامل الإنساني
المتمثل أو على الأقل ربما من الضروري أن يكون هناك دور إنساني للحكومة. هل سيستمر غياب هذا الدور؟ لو كانت الحكومة لديها أي حس إنساني لكانت منذ البداية ساهمت في إعادة النازحين من خلال تأهيل مناطقهم أو توفير فرص عمل للنازحين من أجل أن يؤمنوا قوتهم ومن أجل أيضا أن يساهموا في يعني إعادة وإصلاح منازلهم وإعادة تأهيلها. ولكن مع الأسف الشديد الحكومة العراقية ليست لها أي حس وطني أو حس إنساني تجاه ما يحدث للنازحين، برغم المناشدات وبرغم التقارير سواء الدولية وحتى مفوضية حقوق الإنسان العراقية في كل مرة يعني تناشد بضرورتها. ليس فقط ما ذكرتم دكتورة، ولكن أيضا قائم مقام قضاء سنجار اتهم حزب العمال الكردستاني واتهم أيضا ميليشيا الحشد بمنع عودة الحياة لقضاء سنجار. يعني قانونا من الناحية القانونية ألا يمكن للمجتمع الدولي هنا أن يتدخل لحماية المدنيين وتأمين عودتهم؟ نعم بالتأكيد، يعني القانون الدولي والإنساني يمنع يعني تعتبر جريمة هي منع أي مواطن أن يعود إلى منزله، وخاصة أن هذا المنزل هو ملكه، لأن هذا يعتبر تهجير قسري وهو في القانون الدولي هو يعتبر جريمة. يعني الآن ما تقوم به الحكومة العراقية وأيضا الميليشيات المرتبطة بإيران هو جريمة حرب بحق هؤلاء النازحين، خاصة وأن هذا سوف يعرض حياة النازحين إلى الخطر من خلال تشريدهم في مخيمات لا تمتلك أي إمكانيات ولا تتوفر فيها الحاجات الضرورية للحياة. وطبعا يعني هذه الميليشيات مهما تعددت تسمياتها وارتباطاتها جميعها تهدف إلى تحقيق مصالحها ولا تنظر بأي نظرة إنسانية إلى هؤلاء النازحين. والحكومة العراقية تعتبر مشاركة في هذا الدور وفي هذه الجريمة من خلال يعني عدم محاسبة هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الجرائم تجاه النازحين. إذن حتى المجتمع الدولي من خلال سكوته على ما يحدث للنازحين من أولا من تهجير قسري وثانيا من خلال منع عودتهم إلى منازلهم يعتبرون أخلاقيا مشاركين في هذه الجريمة التي ترتكب بحق النازحين. نعم، من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا لك.